يا مرحبا بكم من جديد في مضمار ابو ظبي الشهير من حلبة مرسى ياس. وصلنا لمنتصف درب موسم سباق السيارات، واليوم في الحلقة بعرفكم عن الجولة الثالثة في الحلبة. الحلقة الرابعة من ياس تي في تسلط الضوء على أبرز فعاليات السباق الجارية، مثل الجولة السادسة من كأس راديكال الشرق الأوسط والجولات النهائية من بطولة فورمولا فور الإمارات وفورمولا جولف أكاديمي. أما كأس تي آر دي 86 فيعود مجددا إلى حلبة مرسى ياس للمنافسة في الجولة الرابعة من الموسم الثالث. المتسابقين لازم يعطون كل ما عندهم على كثر ما يقدرون في بطولة كأس تي آر دي 86 إذا كانوا يبون يفوزون بجائزة هذا الموسم، وأكيد نحن نتمنى لهم التوفيق ونشجعهم. تعالوا نطلع نشوف نتائج الجولة الأولى. ومتسابقون جدد ينضمون إلى المضمار في الجولة الرابعة من كأس تي آر دي 86. It's a nice series, you know. It's not too big, but it's very challenging and makes fun, yeah. احتدام المنافسة في السباق الأول بين شاب الفهيم وكريم الأزهري. الفهيم يحافظ على المركز الأول طوال السباق، ولكن يتعثر الفهيم في الدورة الأخيرة ويتقهقر خلف البطل المنافس بأقل من ثانية، في حين يحتل محمد عبد الغفار المركز الثالث. كان السباق شيق وايد، يعني أكثر عن السباقات اللي فاتت، وإن شاء الله نطلع للسباق الجاي. السباق حلو وممتع الصراحة، والحلبة فيها تكنيك وايد، يعني ما توقعت لها الدرجة صعبة يعني، والحمد لله هي أول مرة لي على حلبة ياس وأول مرة سوق 86، وبالعكس استمتعنا بالسباق والحمد لله على كل شيء. يعود كأس راديكال الشرق الأوسط إلى المضمار في جولته السادسة في هذا الموسم، وفرصة جديدة للشباب المتسابقين، حيث تستضيف حلبة مرسى ياس سباقين نهائي الموسم، الفورمولا 4 للإمارات والفورمولا جولف أكاديمي. تتيح فورمولا جولف أكاديمي لشباب المتسابقين فرصة التدريب على العمل في رياضة السيارات من خلال برنامج تعليمي شامل، حيث تقام الجولتان التاسعة والعاشرة على حلبة مرسى ياس، وسيحصل الفائز بالبطولة على منحة دراسية بقيمة 20,000 دولار. شهد السباق الأول تصدر عمر قزاز من المملكة العربية السعودية، وجاء خلفه بأقل من نصف الثانية أليكس كاركوسيك، في حين حل المتسابق الإماراتي سعيد العلي ثالثاً. وفي السباق الثاني حقق المتسابقون الشباب نفس المراكز، ولكن لم يجمع عمر قزاز عدداً كافياً من النقاط برغم فوزه بالجولة الأخيرة، وكأس البطولة يذهب إلى المنافس البولندي أليكس كاركوسيك. وشهدت السباقات الثلاثة الأولى خلال الجولة الخامسة والأخيرة من فورمولا 4 تعادل مع أهم نقاط البطولة من هذا الموسم، حيث تصدر سباق كل من جوناثان أبردين ولوغان سارجنت وشون بابينغتون متقاربين في المراكز الثلاثة الأولى، باستثناء السباق الثاني الذي حل فيه المتسابق تشارلز ويلز محل سارجنت على المنصة في المركز الثاني. أما بالنسبة للسباق الرابع والأخير في هذا الموسم فكان سباقاً عنيفاً، حيث اصطدم فابيو شيرر بسيارة لوغان سارجنت رقم 23، وبذلك لم يتمكن كلاهما من إنهاء السباق. أما بطل الموسم جوناثان أبردين فيفصله عن النصر على منافسة ليونارد هوغنبوم 0.1 ثانية تقريباً، ولكنه نال 10 ثواني عقوبة في النتائج النهائية بسبب الاستفادة من حدود مضمار السباق، مما جعله يتراجع إلى المركز الخامس. كما جاء شون بابينغتون كذلك خلف الفائز ب0.1 ثانية، ومن ثم احتل مركز أبردين الثاني مهديا المركز الثالث إلى لوكاس بيترسون. الجولة السادسة من كأس راديكال الشرق الأوسط تثير حماس المتسابقين والجمهور على حد سواء، ففي السباق الأول حقق يانير باه النصر، وجاء سيرجي شالونوف خلفه مباشرة، وفريق لوكاشيفيك مكروفسكي ينجح لأول مرة في الوصول لمنصة التتويج في المركز الثالث، مما يعطيهم دفعة ثقة في السباق الثاني. أما في السباق الثاني الذي شهد منافسة حامية، فقد فاز شالونوف على لوكاشيفيك مكروفسكي وحل فريق دوميتراسكو سميث ثالثا. كأس تي آر دي 86 الدرايفرز قاعدين يعطون كل إمكانياتهم حتى يدخلون السباق الثاني، ونحن متحمسين حتى نعرف من المتسابقين راح يوصل أول لخط النهاية هالمرة. وشهد السباق الثاني في الجولة الرابعة من كأس تي آر دي 86 عودة كريم الأزهري إلى قمة هذه اللعبة مجدداً، وأصبح على مسافة خطوة واحدة من الفوز بالبطولة، واحتفظ كل من شاب الفهيم ومحمد عبد الغفار بمركزيهم الثاني والثالث على منصة التتويج. Second race reverse grid، فأنا ابتديت آخر شيء عشان فزت السباق الأول. كان في حادث بسيط تحت الأوتيل، أنا ما كنت في الحادث، بس سهل علي الأمور شوي إني أعديهم وآخذ المركز الأول.
والسيارة كانت perfect sand performance دائما السيارة الحمد لله ثالث موسم ولا مشكلة وعم نجيب البوينتس وإن شاء الله نروح البطولة الجولة صغروها غير عن قبل بالعكس استفدنا أكثر وكنا قروب مع كنا قراب على بعض فاستفدنا من الشباب اللي في الجولد The second race, I was feeling much more comfortable, you know. So I saw that I could catch up with the guys in front of me. It was motivating, and I felt more comfortable. I felt more secure, felt more safe. Okay, in some corners, I still have to work, but it goes step by step. So it's fine. I'm satisfied. متابعينا قدامنا عطلة حلوة مع المتسابقين اللي مشاركين معنا من جميع أنحاء العالم واللي بيتسابقون على أبرز فعاليات سباق السيارات. تابعوني على ياس تي في الحلقة الجاية ندى لميني.